يقول فيها: ما الحكمة من صيام ست من شوال؟ الحكمة من صيام ست من شوال هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده لتكمل بها الفرائض، فإن صيام ست أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة. ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض سننا تكمل بها وترقع بها، فصيام ست أيام من شوال فيها هذه الفائدة العظيمة، وفيها أيضا تكميل صيام السنة، فإنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. نعم. أيضا يقول: هل يلزم من صامها سنة الاستمرار عليها؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم لمن على من صامها سنة أن يصومها في بقية عمره. نعم. لأن هذا تطوع، والتطوع للمرء أن يفعله ويدعه. نعم. ولكن الذي ينبغي للمرء إذا عمل عملا أن يثبته، سواء في هذا أو في الصلاة، فإذا عمل عملا فينبغي له أن لا يدعه ويتخلى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر فيما أظن: لا تكن مثل فلان كان يصوم من الليل فترك، يقوم من الليل فترك قيام الليل. مع أن قيام الليل ليس بواجب، لكن ينبغي للإنسان إذا عمل طاعة أن يستمر عليها. نعم. ولكن ذلك ليس بواجب في غير الواجبات.